قال عملية انتشار الموظفين للنواب المحترمين نور الدين مضيان، محمد الطيبي، محمد أزلماض، مبارك الترمونية، عبد الواحد الأنصاري، عبد الغني وافق، فتح البقالي، وابن نصر الحرير من الفريق الاستقلالي الوحدة والتعادلية. فليتفضل سي نور الدين. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سيد الرئيس، السادة السيدة الوزيرة، السيدات الوزيرات، السادة الوزراء، السيدات والسادة النواب. طبيعة الحال أنه سبق للحكومة من خلال وزارتكم السيد الوزير أن أعلنتم في أكثر من مناسبة عن القيام بعملية انتشار الموظفين، كما سبق للحكومة السابقة أن وعدت بنفس الأمر. إذن فبطبيعة الحال هذه العملية لا شك أنها ستساهم في تدبير حسن للعنصر البشري الذي لا يشتغل، ولسد ولتجاوز الاكتظاظ الذي تعاني منه مجموعة من المؤسسات والقطاعات الوطنية، وكذلك لسد الخصاص الذي تعاني منه قطاعات أخرى. إذن فلذلك السيد الوزير مرة ثانية نذكركم ونسائلكم، هل للحكومة جدولة زمنية لتنفيذ هذه السياسة والشروع بعملية انتشار الموظفين؟ وشكرا. سيد الوزير. شكرا سيد الرئيس المحترم، سيدات والسادة النواب المحترمون. أشكر السيدة والسادة النواب المحترمين عن فريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية على طرحهم لهذا السؤال الهام المتعلق بعملية إعادة الانتشار. في هذا الصدد أشير إلى أن الحكومة عازمة كل العزم اليوم على تدعيم حركية الموظفين وإعادة توزيعهم، وذلك عبر مشروع مرسوم كيفما تكلمت عليه السيد النائب الذي أعدته الحكومة وهو الآن في طور المصادقة. هذا المشروع يستهدف تحقيق غايات متعددة ويمكننا نحصلها في ثلاثة أساسية. أولا، سد الخصاص المهول أو المزمن من الكفاءات في بعض القطاعات، لا سيما القطاعات الاجتماعية، وخاصة وأخص بالذكر هنا قطاع التربية الوطنية وقطاع الصحة. ثانيا، تفادي الوقوع مستقبلا في دوامة الفائض الكمي والكيفي في بعض الجهات وبعض الأقاليم وفي بعض القطاعات كذلك. ثالثا، تشجيع الموظفين على الالتحاق للعمل ببعض الأماكن النائية والصعبة، وخاصة في المناطق القروية والتي كان من الصعوبة من قبل إقناع الموظفين بالالتحاق للعمل بها. ولبلوغ هذه الأهداف فقد تم وضع تصور استراتيجية تعتمد على المبادئ التالية. أولا، التوعية والانتقاء، يعني عملية تكون طوعية. ثانيا، المبدأ الثاني هو التحفيز، سيتم إحداث تعويض مالي جزافي عن إعادة الانتشار يتكون من مكافأة خاصة وأخرى جزافية عن تغيير محل الإقامة. المبدأ الثالث، الاستهداف بحيث سيتم دعم هذه العملية بمقاربة تدريجية هدفها تحديد وسد حاجيات بعض القطاعات في الإدارة. المبدأ الرابع وهي الشفافية والنزاهة، حيث سيتم إحداث لجنة دائمة ممثلة من وزارة تحديد القطاعات العامة ووزارة الاقتصاد والمالية والوزارات المعنية للإشراف على هذه العملية. وشكرا سيد رئيس. من تعقيب؟ شكرا سيد الوزير على أنكم بشرتمونا، ولا يسعنا في الفريق الاستقلالي إلا أن نبادر هذه العملية التي ستساهم كما قلت لا شك في التدبير الجيد للعنصر البشري وسد الخصاص كما قلت، وكذلك تشجيع الكفاءات التي الآن القادرة على الإبداع التي الآن أصبحت معطلة في أكثر من قطاع لأنها ملقت ما تدير. فعلى سبيل المثال هناك قطاعات تعاني من الاكتظاظ وهناك قطاعات تعاني من الخصاص المهول. فمثلا قطاع الجماعات المحلية، ولا شك أننا نعود إلى عمليات 1992 وهو ما يسمى بالتوظيف الاجتماعي الذي أغرق جماعات فقيرة في من التوظيفات. فكان جماعة أعرفها
أنه يمكن أن تسيا نفسها بعشرة موظفين عندها 300، ما عندهمش الكرسي عالم علما اللي جلسوا عليه في الجامعة وحرى البيرو، هادو كفاءة سلم عشرة، في حين أنه التعليم يعاني من خصاص. إذن فهذا بطبيعة الحال هدر للمال العام وهدر للعنصر البشري وهدر لحقوق الأبناء، وكذلك قطاع العدل يعاني من خصاص مهول، وكذلك قطاع الصحة. إذن فقط العملية تتطلب واحد التكوين لا يتجاوز شهرين أو ثلاثة للشروع ولإنجاح عملية الانتشار الجيد والتي ستعود بالنفع العام على مختلف القطاعات وعلى الدولة المغربية. إذن فسيد الوزير نتمنى أن هذا المرسوم يرى النور عما قريب، ولا شك أن هذه التحفيزات هي ستشجع على إنجاح على نجاح هذه العملية. وشكرا. سيد الوزير في بضع ثواني. إضافة فقط، بغيت غير نضيف أن الحكومة قد اقترحت تعديل على مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، بحيث سيتم توسيع مجال لإعادة انتشار عبر فتح إمكانية انتقال موظفين من الجماعة المحلية إلى الإدارات العمومية. هذا توضيح بغيت نضيفه فقط، وشكرا.